السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة من الله عز وجل. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين ده كده كهف في منطقة المساني، طبعا ده بعد عجيبة 35 كيلو من اجمل الاماكن اللي ممكن تشوفها في مطروح. متنسوناش باللايك والشير، وهنعمل لكم ان شاء الله فيديوهات هتعجبكم باذن الله. مع السلامة.